أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الإبداع. حلقة اليوم خصصناها لمناقشة موضوع الملاحق الثقافية بالمغرب بحضور جملة من الصحفيين والباحثين في هذا المجال. قبل ما نستضيفوا ضيفنا الأول في هذا المساء، نخليكم مع الدليل. في الفقرة الأولى غنستضيفوا الشاعر عبد الجواد الخنيفي، واللي غادي يقدم لنا آخر إصدار ليه، ديوان شعري ابتسم لي الغابة. موضوع الحلقة حول الملاحق الثقافية بالمغرب بحضور الصحفي والشاعر عبد العالي دمياني. ضيف الفقرة الفنية الممثل سعيد باي. جمهورنا الجميل، تصفيقات حارة للشاعر عبد الجواد الخنيفي. مرحبا بك عبد الجواد، ومرحبا طبعا بجمهور مدينة شفشاون وبكتاب ومبدعي مدينة شفشاون الأعزاء على قلبنا، والذين صار لهم صيت في الساحة الشعرية الوطنية والعربية. كاتب وباحث وإعلامي، إن والد مدينة شفشاون حيث يعيش ويبدع، تابع دراسته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وحصل منها على الدكتوراه في الأدب من سنة 2015 حول الشاعر المغربي الكبير عبد الكريم الطبال ابن مدينته وأحد أعمدة الشعر المغربي المعاصر. شارك في العديد من الملتقيات والمهرجانات وله مساهمات في حقول الفن والتاريخ والثقافة. صدر له في مجال الشعر الخيط الأخير ضمن منشورات وزارة الثقافة سلسلة الكتاب الأول، وضمن منشورات بيت الشعر زهرة الغريب. سي جواد، اليوم نحن سنحتفي معك بآخر إصداراتك أبتسم للغابة، وأنا أتصفح معمار الديوان لاحظت على أنك حاولت أن تكون أيضا مبتسما للغابة وأيضا مقتفيا لأثر البسمة فيها. أقف هنا وأحلم ضوء خفي، ما يليق بالصمت أو طار. كيف تشكلت عناصر هذا الديوان الشعري لكي تحتفي بالغابة وتعطينا هذا العنوان المفارق الجميل أبتسم للغابة؟ وهل تسمع الغابة ابتسامتنا وتراها؟ الديوان يعني في تجلياته الكلية، هو الديوان الثالث بعد زهرة الغريب وبعد الخيط الأخير. حاولت في هذا الديوان أن أشتغل على مناخ جديد وأفق جديد من خلال الاشتغال على نحت اللغة وعلى نحت الفكرة والموضوع والرؤية أيضا. ديوان أبتسم للغابة هو تأملات في الحياة، يعني عندما نقول الغابة في كل تجلياتها وأبعادها ليس الطبيعية فقط، وإنما أقصد بالغابة الحياة في التباساتها، في عمقها، في عنفوانها، في انكساراتها، في أحلامها. إذن الغابة هو مفهوم شامل وكلي، وهو مفهوم رمزي في هذا الديوان. حاولت الاشتغال أيضا على البعد، بعد الهوية، بعد المكان، استحضار الأم، استحضار الطفولة، استحضار الوطن والهوية، استحضار العديد من الأشياء، واستحضار أيضا الأصدقاء. يعني في هذا البعد حاولت يعني أن أرسم هذه الفضاءات، وأتمنى يعني من القراء أن يكون هذا الديوان في المستوى، لأنني ما زلت أعتبر أن تجربتي ما زالت متواضعة وما زال هناك الكثير، والطريق يعني أعتبر نفسي أني بدأت الطريق. نعم. ديوانك الشعري هو أيضا لحظة تأمل العلاقات الإنسانية، أنا شخصيا تلقيته هكذا، هناك تأمل في العلاقات الإنسانية، علاقتنا بالأم، علاقتنا أيضا بالأصدقاء، رجوع أيضا إلى الطفولة. شنو هما هاد ربما الأشياء اللي كيجيو للذهن ديال الشاعر واللي تيبغي تقاسمهم مع القارئ، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية؟ العلاقات الإنسانية شيء أساسي في الحياة. نعم. يعني والمبدع يعني هو جزء من الحياة وجزء من الصداقات والعلاقات الإنسانية بصفة عامة. أنا دائما أؤمن بالإنسان يعني كبعد إنساني في جوهره، في تسامحه، في أريحيته، وهذا هو الأهم. والشاعر دائما في كتاباته ينطلق من الإنسان. نعم. ثم يعود إلى الإنسان. الإنسان يعني هو جوهر الحياة، هو البداية والنهاية، هو البداية وهو النهاية طبعا. ولكن أنا لمست في الديوان يعني جوهر الإنسان في بعده الإنساني المحض، في تجلياته الصوفية، في تجلياته الإنسانية والروحية. وهذا هو الأهم. أنت عبد الجواد،
طرقتي المواضيع الكبرى اللي كتطرق لها الشعر، يعني تكلمتي على الحب، تكلمتي على الأم، تكلمتي على القضاء، على الغابة، على العيش، يعني طبيعة. على الطبيعة، تكلمتي على هذه العلاقات الإنسانية التي تنطلق من الإنسان وتنتهي عند الإنسان، وكتبتي الديوان ديالك رغم التواضع ديالك الجميل، كتبتي الديوان ديالك، وهذا بالنسبة لي أنا حلقة مهمة في مسارك الشعري، وكتلخصها ربما في واحد القصيدة اللي عنوانتها حطابون، تتكلم عن المسافات، تقول: المسافات مثل أرصفة الضوء تشتعل بالحب واليأس وتجعل النهار مساحات فسيحة على التأويل. ربما نقدروا يعني مفهوم الديوان كامل حاضر في هذه القصيدة. إذا كان ممكن تكلم معنا على اللغة، وإحنا لاحظنا باللي أنت عندك هنا اقتصاد كبير على مستوى الكلمة، نعم. كتمشي للإسانسيال، نعم. ما كتزيدش، ما كينش ذاك الإطناب، ما كينش الكلام كتير، يعني كتمشي للمعقول، عندك واحد إحساس كتبغي تعبر عليه، وكتعبر عليه بطريقة يعني سهلة. كيفاش يمكن للشاعر أنه يختزل مواضيع كبرى في لغة سهلة؟ وهو في الحقيقة يعني الاشتغال على اللغة شيء صعب، والاختزال أيضا، لأن الأهم دائما على الشاعر دائما يتمثل اللغة في سموقها، في اندهاشها، في عنفوانها. أنا دائما كان يستهويني الاشتغال على الصورة الشعرية، وعندما نشتغل على الصورة الشعرية نشتغل أيضا على التكثيف، على تكثيف الجملة، على تكثيف الرؤية، على تكثيف المعاني الشعرية الجمالية. دائما كان هاجسي هو الاشتغال على التكثيف، رغم أن التكثيف يكون صعبا، ولكن رغم ذلك حاولت من خلال الديوان أن أقدم بعض الرؤى وبعض الصور الشعرية، ربما أحيانا تكون إنسانية، وأحيانا تتحدث عن المجتمع، تتحدث عن الواقع، تتلمس المسافات، تقترب من الآخر، تطرق أبواب الطبيعة، تسافر هنا وهناك. إذن هذا هو يعني الأهم دائما، هو كيف نجعل من اللغة جسرا جماليا وفنيا نعبر من خلاله إلى الآخر. نعم صحيح. سعد جواد، استطعت في ديوانك أن يعني تكسر هذه العملية ديال أن نمر من الموضوعات الكبيرة إلى الموضوعات الصغيرة واليومية. أنا لاحظت أن ملاحظة بالإضافة إلى ما لاحظه نجيب ولاحظته مريم، على أن ديوانك يحتفي كثيرا بالحسي، وأن المحسوس فيه ينتصر أكثر، وإحنا عرفنا على أن لغة الشعر والكثير من الشعراء ينتصرون أكثر إلى الجريد والعوالم العليا والمتعالي. مثلا أنا جيت غير الأوتار كلقى عصافير، الرقص الآخر، المرايا، ترترة، بحر، صداقة، أمل، كل حسية أغنية إلى ذلك. كيف يمكن أيضا للشاعر، لأن من هنا كنشوف أيضا العلاقة ديالك بالحياة، العين ديالك كيف ترى، كيف يعني استطعت، هل هذه العملية كتبتها بوعي أم أنها يعني جاءت بطريقة عفوية وتلقائية كما تأتي القصيدة في بعض الأحيان؟ أنا أعتقد يعني عفوية هذه المسألة ترتبط بشيء أساسي، نعم. ارتباطي بالمكان منذ الطفولة، يعني شفشاون في طبيعتها، في هدوئها، في معمارها الأندلسي، في تجلياتها الجمالية، في سكينتها، في بعدها الروحي أيضا، كل هذه العوامل أثرت طبعا بطبيعة الحال بشكل أو بآخر على التجربة الشعرية المتواضعة. ومن ثم يعني كان لابد من أن يكون أو تكون كتابتي فيها شيء من الهمس، فيها شيء من السكون، فيها شيء من التأمل، باعتبار جانب التأثر والتأثير مع المكان، نعم. في تجلياته وفي حضوره، وأيضا في ارتباطي أنا منذ يعني طفولتي، ارتباطي مع النهر، مع الطبيعة، النهر الذي كان يجاور حي العنصر في شفشاون، يعني نهر رأس الماء، وأيضا الفضاءات المفتوحة هناك على الطبيعة وعلى اللامتناهي. إذن كان بطبيعة الحال كان يجب أن يحضر هذا الأمر بشكل أو بآخر. هناك حلم أيضا بشكل كبير في الديوان الشعري ديالك، لكن هناك أيضا توقف على المعيش اليومي ديال الشاعر، ربما أيضا تشير إلى ما يراه الشاعر من شرفة القطار. علاش هذا التوقف على اليومي عند الشاعر؟ ربما بتفاصيل يعني دقيقة طبعا في الديوان ديالك. نعم، هو فعلا أنا اشتغلت على جانب التفاصيل، نعم. لأن التفاصيل شيء يومي نعيشه،
القليل هناك من يتوقف على نجد الشعراء يتوقفون على التفاصيل ونجد الشعراء يعني من جانب آخر يشتغلون على القضايا الكبرى. التفاصيل دائما تستهويني وعايش التفاصيل، يعني ربما قد أكتب عن رحلة قطار، قد أكتب عن نزهة نزهة في 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 فضاء طبيعي، قد أرخ لحظة جلوسي في الحديقة إلى آخره. التفاصيل شيء جميل تعطينا عمقا أكثر وتقرب يعني المتلقي من الموضوع أكثر. والتفاصيل يعني في نظري شيء أساسي في حياة أي كاتب. كيفاش كتشتغل على العنوان ديال القصيدة؟ واش كيسبق القصيدة ولا كيجي من بعد؟ لأن هناك شعراء كانوا حتى كتسالي القصيدة باش كيلقى لها عنوان، ما كيكونش هو المدخل. لاحظتني تناجيب عنده زهرة الغريب أبتسم للغابة، الزهرة والغابة كنحس بأن هذا الديوان خارج من هذا الديوان. هناك ثلاثية، أنا أظن أن هذه الثلاثية هناك اشتغلت على ثلاث دواوين وكأنك تكتب ديوانا واحدا وهناك خيط بيناتهم. كيف يشتغل الشاعر لإيجاد العناوين الدقيقة للقصائد وتكون هي مفتاح القصيدة وهي نهاية القصيدة؟ أكيد يعني أي عنوان يعني هو مدخل القصيدة أو هو العتبة الأساسية لمعرفة النص ورؤاه. أنا دائما عندما أنتهي من كتابة نص أحاول أن أختار يعني عنوان متميز له، يعني العنوان يستهويني كثيرا لسبب بسيط، ربما بحكم يعني خوضي تجربة العمل الصحفي واختيار العناوين بعد مثلا كتابة موضوع أو التعليق على قضية، أعود في الأخير إلى اختيار العنوان لأنه هو الحسم وهو النهائي، يعني يأخذ المقال يعني جانب النشر. في هذا الجانب يعني العنوان شيء أساسي. إذا لاحظنا كما لاحظتم في, 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 في العمل هناك يعني عناوين تحاول أن تكون أحيانا سوريالية وأحيانا تحاول أن تلامس العمق الجمالي والفني للنص. إذن باعتبار يعني أنا دائما أضع نصب أعيني جانب العنوان لأنه هو المدخل الأساسي وهو الجسر الذي نعبره من خلاله إلى المتلقي أو إلى القارئ. سي عبد الجواد، إلا سمحتي باش نقربوا الديوان ديالك أكثر من المشاهدين، نطلب منك تقرأ لنا شي قصيدة من الديوان ديالك من اختيارك بطبيعة الحال. أو لا عندك شي قصيدة جديدة مثلا؟ إذن في الجهات الأربع صرنا نتلبس الموتى وصارت الحياة جامحة وجاحدة تذهب بالطرق والشجر والروائح، لا حصان يتقدم في حقيقتها ولا الغابات ترسم أصوات الفصول، سلالم السحاب تمرجح خطواتنا ببطء شديد، فما كنا المطر تحت الغيم النائم وما كنا الوقت الذي تناثر في الخرائط والأرحام، وما كنا أيضا الصخر الذي يشهق في شوارع العيد ويطوي الأرض على حافة الأفق يطوي الموانئ والأزهار، كنا عيونا طرية في الذكريات القصية ولباس آخر الربيع، ننتظر أقواس قزح من شرفات المنازل لنعلق في الحناجر موسيقى الليل والمنافي، وقبلها نمسك بأصوات القبعات عند كل غروب ونمجد الظل في أثر الظل. شكرا عبد الجواد الخليفي على أنغام هذه الكلمات. مشاهدينا الكرام، جمهورنا الكريم، نمر إلى الفقرة الموالية. جمهورنا العزيز، تصفيقات حارة لعبد العالي الدمياني. عبد العالي الدمياني، مرحبا بك معنا في هذه الأمسية من برنامج صدى الإبداع. تبعتي معنا وانت في الكواليس النقاش الأول اللي دار حول الديوان أبتسم للغابة للزميل عبد الجواد الخنيفي. استضفناك لمناقشة موضوع الملاحق الثقافية بالمغرب ودور الملاحق الثقافية بالمغرب. واش عندنا ملاحق ثقافية بالمغرب اليوم؟ يعني مجموعة من الأسئلة اللي غادي نطرحوها باش نعرفوا أشنا هي التغطية الإعلامية اللي كتقوم بها اليوم الجرائد والمجلات المغربية على مستوى الإبداع الثقافي في المغرب. قبل ما تناقش معنا هذا الموضوع،
نخليك مع التقديم لإنجاز محمد شوكة. مرحبا بك سي عبد العلي. من مواليد مدينة الدار البيضاء، حاصل على شهادة الماستر في الأدب العربي، شارك في عدة ملتقيات شعرية، ثم نشر العديد من الدراسات بالمجلات والجرائد الوطنية والعربية. يشرف على الملحق الثقافي لجريدة الأحداث المغربية، وقد رسم له خطا واضحا في سماء الإبداع الثقافي والنشر الثقافي أيضا في المغرب. بدأ مشواره الصحافي منذ سنة 2003، صدر له ديوان شعري بعنوان جميل، للريح أسماء أخرى وللمواقع الثقافية أيضاً والملاحق أسماء كثيرة جداً، ولكنها بالفعل استطاعت أن تقدم مواد مختلفة. سي عبد العالي، إلى أي حد اليوم يعني عبر تاريخ الملاحق الثقافية بالمغرب استطاعت هذه الملاحق أن تكون أو أن تكون لها موعداً خاصاً مع جمهور القراء في المغرب؟ شكراً على الاستضافة. مرحبا بك. سعيد بالحضور مع صديق شاعر جواد. أحيي الجمهور الكريم داخل الاستوديو، كما أحيي مشاهدي برنامج صدى الإبداع. في الحقيقة إذا تكلمنا عن ملاحق ثقافية اليوم في المغرب، يمكن القول أننا محظوظون. لماذا؟ عندما نجد مثلا أن أعرق الملاحق الثقافية في لبنان، وما أدراك ما لبنان. لبنان الثقافة، الحداثة، صناعة الكتاب وأيضا مركز ثقافي قوي جدا في العالم العربي. جل الملاحق الثقافية، للسفير، للنهار، للمستقبل، توقفت عن صدور. في المقابل نجد أن في المغرب هناك ملاحق ثقافية أطلقتها مجموعة من الصحف المستقلة لتدعم الملاحق العريقة مثل العالم ومثل ملحق الاتحاد الاشتراكي وأيضا البيان. في الحقيقة يعني الحديث عن الملاحق أو ظاهرة الملاحق الثقافية في المغرب يقتضي تأطير هذه الظاهرة تاريخيا. مثلا إذا عدنا إلى أول ملحق ظهر في المغرب، أول ملحق ثقافي كانت أصدرت جريدة العالم يعني بعد الاستقلال مباشرة، وكان أغلب الذين يكتبون في هذا الملحق يعني مثقفين كبار، منهم علا الفاسي بالطبع. ثم ظهر ملحق ثقافي آخر أطلقته جريدة المحرر، التي حلت محل جريدة التحرير الممنوعة، وجاء ليقيم توازن. وهنا ستدخل الملاحق الثقافية نوع من مرحلة تقاطب إيديولوجي، إذ أن من ينشر مثلا في ملحق ثقافي للعالم العالم هو ديال المحرر يمثل نوع من الثقافة التقليدية، ومن ينشر في المحرر يمثل تماما الطالعية ومن اليسار. كانت هناك بعض الملاحق، أنا كنتذكر الميثاق الوطني كان عنده ملحق، لا هو بالعكس كانوا ينشروا فيه جميع لا منتمي والجميع وكاع لا منتمي للأحزاب، ولكن لهم صوت يساري تماما. ملحق ثقافي أيضا الميثاق الوطني والصحراء، وكان ظهر أيضا ربما ملحق ثقافي كانت له قوة تأثيرية كبيرة هو ملحق أنوال. لأن أنوال الثقافي جاء بالجديد. ما هو الجديد؟ وأغلب الملاحق التي كانت آنذاك كانت هي ملاحق أدبية أكثر منها ثقافية. لكن ملحق أنوال الثقافي انفتح على العلوم الإنسانية، أصبحنا نجد التاريخ، فلسفة الاقتصاد. فأعطى يعني دفعة قوية وأعطى شحنة لهذا الفضاء الإعلامي الذي تتمرأ فيه أو تتجلى فيه الثقافة. تطور هذه الملاحق يعني جاء نتيجة مساهمة يعني جل المثقفين المغاربة، وهذا ما أعطى لتلك الملاحق قيمتها الكبرى. اليوم إلا بغينا ننقلوا السؤال، يعني اليوم واقع الملاحق الثقافية واش متعددة، واش كاين واحد التركيز بشكل أكبر على الجانب الأدبي، أو هناك انفتاح وبالتالي ملاحق ثقافية بمعناها الكامل، يعني هناك فن وأيضا أدب وانفتاح على جميع الأشكال الإبداعية.
في الحقيقة هو العصر الذهبي للملاحق الثقافية انتهى. لماذا؟ لأن وقعت مجموعة من التحولات، حتى الثقافة في حد ذاتها لم تعد هاجسا ولم تعد حاضنة اجتماعية لهذا الفعل ولهذه الممارسة الثقافية. اليوم الملاحق الثقافية التابعة للصحف المستقلة لها سمة معينة لم تكن في الملاحق الثقافية التابعة لجرائد الأحزاب. ما هي هذه السمة؟ هو أنها تقوم تزاوج بين الإنتاج الداخلي وبين المساهمة الخارجية. من قبل كانت الملاحق الثقافية في أغلبها تتلقى مساهمة من طرف مثقفين، عبارة عن نصوص شعرية، عن قصص، عن حتى روايات. مثلا العالم الثقافي نشرت روايتين، رواية مثل الأهرام أظن لجمال الغيطاني، يعني رواية مسلسلة، وقطار الصعيد ليوسف القاعد. تتلقى أيضا مقالات نقدية وتحليلية، لكن غالبا ما نجد حوار، غالبا ما نجد مثلا روبورتاج حول مكتبة معينة، غالبا ما نجد ذلك الإنتاج الداخلي. لماذا؟ لأن هذا ينقلنا إلى الحديث عن البروفايل المشرف على هذه الملاحق. والعجيب على أن بعض الغالب الملاحق الثقافية في المغرب واليوم أيضا كانوا يشرفوا عليها شعراء. تمام. أنت أيضا شاعر تشرف على الملحق، أيضا بشكار صديقنا يشرف أيضا على الملحق. عبد العالي بركات. أنا بغيت نقول واحد العملية إلى ما يكتب باللغة الفرنسية في المغرب والملاحق الثقافية. ونجيب واحد الوقت نحن كنا نتطلع إلى ما كان تكتبه لوبينيو مثلا، أو ما كان تكتبه لو ماغ غريب اللي كان تابع ايضا، او ما كان ايضا يكتبه ليبراسيون الى غير ذلك، او البيان بالفرنسيه. هذه كانت ايضا تحظى فيها الماده الثقافيه بشكل كبير. اظن على ان هذه المساله كانت ايضا خاضعه للتوجه ديال المشرفين على الجرائد، ثم الفراغ الذي كان يهم هذا المجال، لانه احنا في المغرب ما نجحاتش لحد الان جرائد بحال ماغازين ليتيغيغ بحال كذا، الى درك وجات ما عندناش حنا هذه العمليه. واش كان شي تكامل على يعني بين ما هو يعني المادة المكتوبة بالفرنسية والمادة المكتوبة بالعربية، ولا أنه كان أن ما يكتبه بالفرنسية تابع ربما إلى القطاع الفرنكوفوني، وما يكتبه بالعربية في الملاحق تابع إيديولوجيا إلى الأحزاب أو غير ذلك؟ تماما سي محمد. أنت تعرف يعني الصراع ما بين التوجه العروبي أو العربوفوني والتوجه الفرنكوفوني. هذا صراع يعني طويل قديم، يعني ماشي جديد. هناك شرخ بين الفسطاطين او بين بين التيارين. وفي الحقيقه في جانب غنى لاحظتي، وكاين اللي خرج من انتماء الضيق فيه الغنى. انا بالنسبه لي كنت كنتمتع هنا وهنا صراحه، ولكن حنا كنلاحظوا اليوم سي محمد غير كتتم لما قاله سي محمد، وباش نقحموا معنا الاخ عبد الجواد في النقاش، هو ان ملي كتشوف الاصدارات باللغه الفرنسيه اللي كتكون في المغرب يعني قليل جدا فين ما كنلقاوها تكلم عليها واحد الملحق باللغه العربيه. صحيح. صعيب. ولكن العكس ماشي صحيح، يعني صحيح. مجموعه من المجلات، وانا اشتغلت في مجموعه منهم اللي كانوا عندنا ملحقات ثقافيه باللغه الفرنسيه، حتى الكتب اللي كتخرج باللغه العربيه كنا كنعطيوها حيز، لانها حتى هي انتاج وابداع مغربي. غير بغيت نعرف هذه القطيعه اللي حاصله ما بين اللغه العربيه وما بين الادب او الفنون اللي كتشتغل باللغه الفرنسيه، واش هذا متعمد؟ واش لان احنا كنطرحوا هذه الاسئله، وحنا مجموعه من الناس في المغرب اللي كنشتغلوا بلغه فرنسيه كنطرحوا هذا السؤال، واش ما عندناش احنا حقنا؟ كنتكلم بلسان يعني مجموعه من الادباء، مجموعه من الشعراء، مجموعه من المفكرين المغاربه اللي كيكتبوا باللغه الفرنسيه، واش ما عندهمش الحق انهم يتكلموا عليهم هذه الملحقات الثقافيه، هذه الملاحق الثقافيه باللغه العربيه؟ يعني لا اظن بان المساله مستمره الان. يعني الملاحق الثقافيه يعني اكثر من مره اقرا مواد تتعلق بدراسات او بقراءات لنصوص اللغه الفرنسيه. اخر ما نشر نيت في حديث الاربعاء كان قراءه دراسه الاستاذي وصديقي الميلود عثماني حول سيره ذاتيه لمحمد الندغري، عبد الله الندغري الناقد، سيره ذاتيه بالفرنسيه. يعني قام ايضا هناك ترجمات اتابعها باستمرار، يقوم بها مجموعه من الاخوان، يعني النصوص عبد اللطيف اللعبي مؤخرا كان ترجمه لسعيد بوخليط
النصوص آخر مجموعة شعرية لعبد الطيف العبي. يعني هناك مواكبه. هذا هذه المساله هذه واش كترتبط رجع للنقطه اللي تكلمتي عليها قبيله وهي البروفيل ديال المشرف على الملاحق الثقافيه. بالتالي هذه المساله اللي تكلم عليها نجيب ديال اختيار المتابعه سواء في اللغتين يعني باش ما نحدوش واش العربيه ولا في الفرنسيه واش يبقى اصلا هذا الشيء مرتبط بهذاك المشرف على الملاحق الثقافيه. بالتالي الا كان هو عنده واحد لي بريفيرونس هو اللي تيحطها في الملاحق الثقافيه هو اللي تيتحكم في شنو غادي يبان في الملاحق الثقافية بطريقة أو بأخرى. هذا هو يعني المشكل الملاحق الثقافية في المغرب أن أغلبها لا يشرف عليها فريق عمل. نعم. كما هو الحال مثلا بالنسبة لوفيغاو ليتيغيغ ولا بالنسبة لوموند ليليفر. وبالتالي كل العب يقع على شخص من واحد من يشرف على هذا الملحق. أولا هو مطالب بأنه إذا ما أراد أن يتجاوز مثلا الملاحق القديمة أو الملاحق العريقة لأن لم انتهى زمن هذا الملاحق أن تستقبل فقط مواد عليك أن تنتج مواد وتنتج مواد تثير قارئ اليوم لأن قارئ اليوم الثقافة ليس هو قارئ أمس وحتى مفهوم الثقافة تغير يعني. نعم على ذكر هذا التغير اللي حصل اليوم السي عبد الجواد أنت نشيط في الكتابة الثقافية وكنت عملت مع مجموعة من المنابر اليوم واش ما نقدوش نقولوا على أنه من أسباب تراجع تأثير الملاحق الثقافية في القارئ المغربي هو ظهور المواقع الثقافية الإلكترونية أو المجلات الثقافية الإلكترونية. فعلا هي المجلات الثقافية الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية يعني ساهمت بشكل كبير في ابتعاد القارئ الورقي عن الملاحق الثقافية الورقية. يعني إذا لاحظنا حاليا هناك يعني مواقع كبرى على شبكة الانترنت نذكر منها مثلا الضفة الثالثة أو العربي الجديد يعني احتوت ربما العديد من الأسماء من المغرب ومن خارج المغرب وربما من العالم. إذن الإلكتروني أصبح يغري أكثر من الورقي ولكن رغم ذلك أعتقد بأن الجانب الثقافي من خلال القارئ أو المتابع ومن خلال الجيل الجديد يعني لا يتابع بتلك الكثافة ولا يراهن على البعد الثقافي كمكون وكمعبر للأفضل. هذا هو في إطار اسمح لي مريم في إطار هذه الأزمة اللي تنعيشه كيف قال الأخ عبد العالي وكيتكلم على انتهى العصر الذهبي للملاحق الثقافيه وحتى الثقافه اللي كنتكلموا عليها اليوم خاصنا نحدوا اش من ثقافه كنتكلموا عليها اليوم. ففي هذا الاطار في اطار هذه الازمه الثقافيه اللي كيعيشها المغرب ما هو وقع الملاحق الثقافيه اللي كتنتمي للاحزاب ولا اللي كتكون مستقله ما هو الوقع ديالها على مستوى يعني تنشيط او ترويج لما يكتب لما ينتج دافع الساحه المغربيه واش عنده شي وقع بالصح ولا لا؟ هذا سؤال مهم جدا سي نجيب. مثلا سأعود إلى نموذج لوفيغارو ليتيري. لماذا؟ لوفيغارو ليتيري نجد أنه ليس فقط مجرد ملحق ثقافي أو أدبي بل مؤسسة قائمة مؤسسة. له جوائز نجد مثلا لوبخي بخي لوفيغارو ليتيري لوفيغارو إستواغ وله شراكة مثلا في هذه الجائزة مع لاشين إستواغ. نجد أيضا له ورشات يشرف أو يؤطرها كتاب بشكل إقامات فنية وأدبية متكاملة. نجد أيضا له شراكات مع دور نشر كبرى ونجد له أيضا شراكات مع محطات إذاعية وبمعنى أن هذا الملحق هو 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 عنصر ضمن تركيبة عامة ولكن من يعطي لهذا الملحق قيمته هو هذا وجود مستهلك وجود قارئ فرنسي يذهب للبحث عن الكتاب ويثمن الثقافة عاليا. هذا هو السؤال اللي عندي يعني في ظل هذا المتلقي اللي عندنا اليوم هذا القارئ اللي عندنا اليوم انتم كمشرفين يعني على هذه الملاحق الثقافيه واش ولاو عندكم واحد المعايير جديده اللي كتشتغلوا بهم باش تقربوا هذه الملاحق الثقافيه ايضا من القارئ ديال اليوم اللي دائما فصل ايكرون دائما كيبغي يقرا غير في البورتابل ديالو ولا في لورديناتور. وبالتالي شنو هما هاد الطرق الاشتغال اللي ولات جديده عندكم اللي خصكم تبدعوا فيها ايضا كمشرفين على الملاحق الثقافيه؟
وهذا هذا السؤال يعني يستتبع سؤال آخر، ما هي وظيفة الملحق الثقافي؟ وظيفة الملحق الثقافي هي التثقيف. نحن نعرف أن الإعلام له ثلاث وظائف: إخبار، ترفيه، والتثقيف. والملحق الثقافي هو لحظة تكثيف لما هو ثقافي. ولكن مش من طريقة، هذا هو السؤال اللي كنطرحوه اليوم. طريقة هي فعلا هذا السؤال، الكيفية يطرح نفسه من خلال مثلا ريبورتاجات، بمعنى أن ممارسة التثقيف انطلاقا من الأجناس الصحفية. هذه المسألة كانت غير مطروحة في الملاحق السابقة من خلال مثلا بوتريات كبرى. بالطبع هناك جوائز يفوز بها مثلا كتاب مغاربة خارج أرض الوطن لتقريب هذا الكاتب مثلا جمهور واسع، بورتريه بأسلوب دير ريبورتاج على دار النشر، تقدر دير اونكيت على الكيا القراءه المغربيه، يعني مجموعه كاع الاجناس ديال الصحافه تقدر تدخل في اطار الملحق الثقافي، وهذا هو التثقيف. ولكن هذا يفترض وجود فريق عمل. فريق عمل نعود الى ملي كتكون بوحدك ما تقدر دير كل شيء. تفضل سي محمد كمداخله اخيره. نعم، انا بالنسبه لي انا ارى اليوم بان المادة الثقافية لا تدخل في يعني المستثمرين في الجرائد، لأن في بعض الأحيان نجد على أن بعض الملاحق الثقافية بالأخص الجرائد المستقلة اللي ما كيكونش عندها بالفعل لأنه مستقل وكيتكون واحد عدد الصفحات وعندها واحد الباكت مع الناشرين ديالها ولا مع القراء ديالها، كنلقاو بأنها في بعض الأحيان تضحي بالمادة الثقافية لصالح الإشهار لأنها تعيش من الإشهار وهذا من حقها. ثم كاين واحد السؤال آخر، وهو هل اليوم بالفعل أن هذه الملاحق تستوعب الحركة الثقافية؟ المغرب جعلنا في بعض الأحيان بعض الأسماء كتسكن بعض الملاحق للأسف، وهناك ما يقع في المغرب لا يصل إليها. احنا كنعرفوها ما يصل اليوم صدى الإبداع من إصدارات ذاتية هو أكبر بكثير مما يصلنا مثلا من دور النشر. هل بالفعل أن الملاحق الثقافية اليوم عندها استراتيجية تفكر في المغرب بصفة عامة؟ الجواب تفضل تفضل جوادي، عندك شي تلقي ماشي نقد ولكن سوسيولوجيا التلقي. صحيح. نعم، انا يعني كان في اعتقادي يعني الملاحق الثقافيه رغم كل العراقيل ورغم كل الاكراهات التي تعيشها هي تقوم بعمل انساني نبيل. الملاحق الثقافية لوقت قريب كانت يعني هي المعبر أو هي الجسر للاعتراف بالكاتب. يعني كنا نعرف يعني مثلا الملحق العالم الثقافي اللي تأسس في 1968، وبعد ذلك عاود جاء ملحق الاتحاد الاشتراكي. يعني هاد الجوج ديال المنابر كانوا هما الأساس للاعتراف بأي كاتب و إعطاء الكاتب دفعة قوية. يعني ملحق ثقافي مهم لابد أن نشر له، ملحق جريدة المساء. المساء أيضا هناك يعني ملاحق أخرى، المساء والأخبار. نعم، أخبار أيضا. هناك أيضا مواد مهمة ومتنوعة، وأخبار اليوم أيضا. تبقى هذه كاملة الإخوان، شكرا لكم. ولكن إحنا ما غاديش نقدروا نحيطوا بجميع يعني جوانب النقاش حول الملاحق الثقافي بالمغرب. إحنا كنوجهوا من هنا الشكر للناس اللي كتشتغل في هذا المجال، لأنها كتكون مبادرات شخصية، كيكون فرد واحد كيشتغل واحد الخمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ديال الصفحات، وكيحاول أنه ينتج يوميا وأنه يخدم الثقافة، وهذا هو دور التثقيف. كنتمنى أن المستقبل يطلع لنا بمثل هذه الإنتاجات، ونمر إلى الفقرة الفنية. جمهورنا الكريم، تصفيقات حارة للممثل المميز سعيد باي. من مواليد عين توجطات، حصل على دبلوم الفن الدرامي من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي سنة 1996. لعب مجموعة من الأدوار على خشبة المسرح قبل أن يلج عالم السينما من خلال أول عمل له، فيلم أمواج البر لمحمد إسماعيل سنة 2000. شخص العديد من الأدوار الكوميدية والدرامية سواء في التلفزة أو في السينما، أذكر منها مقطوع من شجرة، الصفحة الأولى، ديسك حياتي، في السينما المسيرة الخضراء، الشعيبية، زيرو، طريق إلى كابول، الرجل الذي باع العالم اللي حصل به على جائزة التشخيص مهرجان دبي السينمائي سنة 2009. شارك كذلك في العديد من الأفلام الأجنبية، أمريكية، فرنسية، ألمانيا وإيطاليا. سي سعيد باي، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. شكرا، أنا جد مسرور بأنني أكون معكم في البرنامج ديال صدى الإبداع. صديق ديالي نجيب، سي محمد، أختي مريم، تبارك الله عليكم. أنا فرحان. الحمد لله. مرحبا بي. قبل ما نبداو النقاش رجعوا الموضوع ونتكلموا على المسار ديالك أيضا، نقترح للمشاهدين مقاطع من الأعمال ديال سعيد باي ورجعوا.
بدأتي معنا النقاش حول موضوع الملاحق الثقافية في الكواليس. كنقل لك سؤال كفنان كممثل، كيفاش كيبان لك حضور الفن في الملاحق الثقافية في المغرب؟ غنجاوبك على هذا السؤال، ولكن غنجاوب واحد السؤال اللي سولونا جيد يمكن ما تجاوبش عليه، هو علاش الملاحق باللغة العربية ما تطرقش ولا ما تتواكبش ما هو منتوج ما يكتب بالفرنسي. تنظن بانه نهضروا بصراحه بانه مشكل اللغه، تنظن بان طبعا. الناس لما كانش سيميتريزي اللغه الفرنسيه باش يمشي يدير واحد المجهود كبير باش يقرا كتاب بالفرنسيه ويخدم عليه باللغه العربيه، تنظن بانه العكس يكون صحيح. هذا الشيء علاش تنظن، وخصوصا فاش رجعوا بان تلقاو شخص واحد اللي تيدير خدام كل شيء، تتولي الهدف مع كامل احتراماتي للجميع. احيانا كاين مثلا بعض يعني المؤسسات اللي عندها العالم وعندها لوبينيون، لوبينيون كتكلف ما هو فرنسي، البيان كتكلف ما هو هذا، كيتقاسموا المهام لانهم ما عندهم رؤيه استراتيجيه. انا متفق معاك، هنا لا بغيتي نشوفوا الحل ونكونوا ظريفين. نعم. بغينا نكونوا بالنسبه ليا نكونوا واقعيين بان ما يمكنش لشخص واحد ملحق ثقافي غيخرج اما مره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم شخص واحد اللي غيخدم عليه. يعني ما تينعش ما تياكلش ما تيدير والو، غيبقى مقابل غير ديك الصفحه ديالو، تيولي الهدف ديالو هو إصدار الإصدار، بغض النظر على شنو كاين، غيولي تيقلب على أي حاجة كاينة اللي تجي اللي تتوصل. أنت ديما حاضر في الملاحق الثقافية لحسن الحظ، أنت يعني هاد المنابر الإعلامية العربية أو الفرنسية كاملين كيحبوا العمل ديالك، الصفحات الفنية كيكون فيها سعيد بي حاضر، تنكون فيها حاضر. تنظن بأن كاين عاوتاني خصنا عاوتاني باش المتلقي حتى هو يعرف، ويمكن أنا ما غاديش نعرف نشرح أكثر من سي عبد العالي. سي عبد العالي شنو هو الفرق ما بين الملحق الثقافي والملحق الفني؟ انا غير مسأل بالنسبه للمساله ديال اللغه، كنظن بان سعيد عاهد كان كان من ضمن الناس اللي نجحوا الملحق الثقافي ديال ليبراسي قبل ما ينتقل الملحق الثقافي ديال تاعات الاشتراك. متفقين على المساله. شخصيا اقوم بالترجمات ديال حوارات باللغه الفرنسيه بشكل ولو مره في الشهر، لا غير مساله حيت باش خصنا نتابعوا هذا الشيء. علاش قلنا حنا راه لا باش نطلقوا مسائل شخصيه، خصنا نكونوا متابعين باش نطلقوا احكام. انا راه متابع، نقول واحد الحاجه غير نقول واحد الحاجه، انا عارف متابع. تنهضروا دابا تنوليو دابا هضرنا حتى تعطيني جوج، عطيتيني جوج ديال الاسماء، عطيني ثلاثه، عطيني اربعه، عطيني 10، عطيني 10 قلال بالنسبه للمغرب. كتقرا الملحق الثقافي ديال البيان عبد العالي بركات يترجم دائما مقالات فؤاد العروي باستمرار، جليد محمد جليد الذي يشرف محمد محمد جليد عباره عن مترجم. نعم. اصلا شفيق الزقاري. نعم. ايضا بالفانوفون راه متفق معاه. شوف شوف الله يخليك، دابا انا خاطئ، نخرجوا من الحكايه. لا 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 سعيد، شوف شوف سعيد 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 غادي تفضل تفضل عليك. كمل طرح عليه واحد السؤال مهم جدا اللي هو الفرق ما بين الثقافي والفني. الثقافي والفني، ويتذكر سعيد عندما فاز بجائزة دوبي ديال الرجل اللي باع العالم، كتبت عن بورتري بعنوان باي الرجل الذي باع العالم وربح نفسه. نعم صحيح. انا اشتغل داخل الثقافة، ولكن تبحث عن الفن. هو صحيح ان هذا محل سعيد حاضر، حاضر هناك فصل ان الفني يعتبر ماده غير ثقافيه. هذا مشكل كبير. نرجعوا للسي سعيد المشوار ديالك من طبيب الحال الغني فيما يتعلق بمجال التشخيص، ويمكن نقولوا على انه سعيد من الادوار المرجعيه عندك هي تلك الادوار التي جلبت عليك الكثير من النقد، خاصه من 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 اللارج بيبليك. الدور ديالك في الافلام ديال القماري، ولا الدور ديالك في الرجل الذي باع العالم، الى اي حد الان ان سعيد باي يجد نفسه بالفعل يريد ان يشخص ما يختار او ما يريد داخل واحد الوسط اللي هو شي شويه في واحد النوع من الرقابه الذاتيه، فيه رقابات كثيره الى غير ذلك. انت كتحس بانك بالفعل ملي كتبغي دير شي دور كتحلف وكديرو وبلا صداع. انا ملي تنبغي ندير شي دور تنديرو. نعم. وما تهمني اختياراتي، ترجع. نعم. لاختياراتي، لا بغيت نجي لاختيار الناس ولا ما يكتب. هضرنا عاوتاني قبيلات على ما بقاتش عندنا علاقه بالماده الورقيه، تراجعات، وهضرنا على الالكترونيه المرحله
الذهبيه ديال ديال هو ثقافي لحقاش الناس ما بقاتش ما بقيناش نقيسوا الورق وهذا راه مشكل ما بقيناش نقيسوا الورق كلنا تنشوفوا في انجليز وي شنو اللي كاين فاش نقولوا الانتقادات ولا جلبت عليك عجبتني ديك الجمله ديالك اللي قلتيها جلبت عليك جاتني بحال جلبت عليك الولات ولا لا لا نقول لك حاجه هاد الناس دوك التعليقات اللي تيكتبوا ولا شي حاجه ولا كل شيء انت ما كاثرش عليك هادشي لان بارفون كنشوف بان واحد الشخص باش انه يناقش الموضوع ديالو الفني كيولي كيناقش بعض المواضيع شخصيه كوابح فرانات باش تناقش فين وصلتي التشخيص كتولي داخل في واحد الفوضى فين وصل عندنا النقد الفني في المغرب هذا سؤال مهم هذا سؤال عاوتاني مهم هذا سؤال مهم وحنا كنتبعنا معاك وحنا كنتبعوا معاك يعني المشوار ديالك ملي تجي مثلا المهرجان السينمائي وكترتدي واحد البدله اللي انت عندك الحق تلبس اللي بغيتي وحنا في واحد المهرجان والناس كامله كتنسى انك عندك فيلم مقدمه في المهرجان ديال المحسن البصري وكتتكلم على الهندام ديالك وكتنسى الدور ديالك في هذاك الفيلم اللي سميتو ان اورجونس اوردينير يعني حنا كنشوفوا فين واصل النقد الفني والنقد الثقافي حنا فاهمين هذه المساله من ضمن الناس اللي كانوا تما وراك انت حاضر وراك شتي الناس هادوك ما يعتبر نفسهم صحفيين ولا نقاد ولا جايين تما يديروا التغطيه ما عندهمش الجرأه حتى باش ينزلوا داكشي اللي صوروه معايا لحقاش قلت الحقيقه قلت لهم واش وحدين تيسولوني على اللباس ديالي ومخليين تينساو بان عندي فيلم من مسابقه رسميه بفيلم يهضروا معايا على المهرجان يهضروا معايا على الفيلم تيهضروا معايا ملي كنهضروا على الادوار سعيد ما انا جاريف با كونسيفوار كيفاش كتقول ما كتحرك فيك حتى شي حاجه لان بعض المرات كتولي شي حاجه اللي كتشغلك يوميا يعني ملي كتخرج كتلاقى مع الجمهور كيهضروا معاك كيديروا لك دي كريتيك واخا كيكونوا غير هكا مع الجمهور في الزنقه نقول لك واحد الحاجه تيتصوروا معايا تيعنقوني كيف كنا انا وبالتالي شكون كيقول هاد الهضره هادي شكون هاد الهضره اللي تقولها من بعد اللي تكتبوا يا اما من مورا دي فو بروفيل اللي ما عندهمش الجرأه حتى باش يبانوا باش يبينوا حتى الوجوه ديالهم تيديروا عرفتي دوك الناس اللي تيديروا دوك الورود وتيديروا شي ممثل من برا ولا هذاك سميتو لا ما تيدوزوش حتى وجههم ما عندهم ولا ما تيدوزوش حتى الاسماء ديالهم الحقيقيه وتيكتبوا وهذا جبن كنعرفوا ملي كتختفي ورا واحد الكلافيير تقدر تقول لي حتى واحد الحاجه بالنسبه فاش نهضروا على النقد واللي شد ما عمر شي واحد شتو لحد الان كتب شي حاجه نقد بناء على شي دور ديالي ولا يشد ويدير يا ريت انا باغي نستافد من الاخطاء ديالي لكن تيعتبرهم اخطاء نستافدوا غير هو هذا النقاش اللي هو نيت داير عندنا في المغرب هو ملي كتلاحظ بعض الملاحظات على النقد على العمل فهمتي يقول لك اجي دير انت لا الناقد ناقد من حقه ان يقول ما يشاء قد يوفق وقد لا يوفق غير يكون نقد غير يكون نقد غير يكون نقد لا يقدر يكون هدام ولكن يكون نقد والنقد صحيح ملي تتمشي دابا الفكره مازال ما كملتش هو انه انا بالنسبه لي ما يمكنش ننتقل باش نولي ممثل باش نقول راه انا عرفت التمثيل وما يمكنش ان المخرج يقول لي انك انت ملي انتقدتي اجي ورا الكاميرا نو انا طرحت لك اسئله الى اي حد استجبت معك ولا ما استجبتش معك هذا مشكل ولكن السي سعيد اليوم الحركه الثقافيه في المغرب والفنيه هي في واحد البؤره اللي هي بنيويه انا ما تيمكنش نشوف بان العمل الفني مفصول على الواقع الاجتماعي حنا جايين هاد لي زانونيما وهاد النقد اللي هو هكا هو وليد المجتمع المغربي خاصنا حتى حنا نتعامل معاه بنوع من حتى متفق معاك نعم. انا ما لا ادافع عن الناقد نعم. شوف لا ما تنهضرش كاين ممكن تدافع على الناقد غير يكون ناقد طبعا اللي تكتبوا انا تنهضر فاش تهضر لي تيولي تيجي واحد تيقول لي الاختيارات ديالك واش ماشي اثرات فيك وسميتو قلتي لي الناس الجمهور اللي تتفرج معاهم برا الناس الجمهور باقيين تنخرجوا تيتصوروا معايا فهمتي فاش تخرج واش هذا دابا فينا هو الترمومتر ديالي خصني الترمومتر ديالي انا هو نقد بناء وانت الترمومتر ديالك الترمومتر وخا كتخسر لا الترمومتر ديالك وهذا غادي نقحموا معنا غادي نقحموا معنا استاذ العلي اللي يشرف على ملحق ثقافي وكيعرف السينما وكيعرف وسبق له كتب عليك هذاك البورتري ملي فزتي بالجائزه انت دابا كتشتغلتي مع اسماء مهمه في السينما المغربيه واشتغلتي في التلفزيون واشتغلتي وانت رجل مسرح ولكن كذلك شفنا سعيد بيه اللي اشتغل مع الاجانب مثلا اخر عمل اللي شفت لك انا مع الاجانب هي سيري عظيمه جدا اللي سميتها لو بيغو دي ليجوند خدمتي مع ناس مع ديال اريك روشون خدمتي مع ماتيو كاسوفيت خدمتي مع يعني جون بيير داروسان راه ماشي هذو راه ناس وازنين على مستوى السينما وماتيو كاسوفيت راه مخرج عظيم جدا صديق ديالي لحد الان من بعد هذه المشاركه هذه وواحد الحاجه اللي وقعت لي اللي نقولها لكم اللي وقعت لي في التصوير وصلنا
وهذا الشيء اللي ما تعرفوهمش الناس عطاوني كان لو سيناريو واحد واحد لا سين بدلو فيها لو تيكست وفيها غن لو بيرسوناج ديالي غيكون تيدير دعاء باللغه العربيه هو فيلم فرنسي اللي كان تيدوز على كانال بلس فيها لغه تنصيب هذاك السيناريست اللي كتب كتب بسم الله الرحمن الرحيم ومكملها تيري بيسيكروس شي تخربيطه قلت لهم راه ما يمكنليش نقول هذا الشيء يعني نقول له التكست كاين ولا ما كاين التكست باللغه العربيه يا كاين شي واحد اللي كتبه وكان المخرج الرئيسي اللي كان هو في باريس والمخرج المنفذ هو اللي كان معنا تما في اليومين الاولى ووقفت لمده شي ساعه الارب ما بغيتش نصور كنا في ارفود وما كاينش الريزولتي هضروا مع المخرج الاخر واللي كان تيعرفني قال لهم جو في كونفيونس لسعيد وغيبدل لو تيكست ديالو وبدلته ومن تما ماتيو كازوفيتش وليت صديق ديالو قال لي عجبتيني كيفاش دافعت على الدور ديالك تيبان الواحد بانه تيبغي المهنه ديالو ماشي كيفاش كتلقى راسك هذا هو السؤال المطروح ملي كتلعب مع مخرج مغربي والسؤال راه طرحه السي محمد واش كتسنى لك الفرصه انك تكون سعيد باي الممثل اللي عنده هذيك القدره على انه يكتسح الصوره يكتسح ليكرون وانه يمارك لو تيليسبيكتاتور ولا كتلقى نفسك ملي كتلعب مع مخرج اجنبي اللي كيفهم وكيعطيك الفرصه لان لي بريز كاينين كثار لان البيدجي كثير وكيخليك تلعب على راحتك لا حتى حنا مع المغاربه كاينين واحد المخرجين اللي في المستوى فيهم الناس اللي قدام وفيهم لي جون اللي في المستوى تيعرفوا يديروا لا ديريكسيون تيعرفوا يديروا اداره الممثل تيعرفوا يخدموا مع الممثل حنا ترجعوا عاوتاني مغني الحي لا يطرب فاش تمثل في فيلم مغربي رجعتوا باش نربطها ديما بالنقد كاينين شي نقاد سامحهم الله ما تتعجبهم حتى شي حاجه فهمتي ما تتعجبهم حتى شي حاجه عندهم النظره سوداويه انا والله الا عندهم نظره سوداويه حتى الجمهور كاين اللي ما تيشوفش كاع حتى لو فيلم وتيقول لك هذاك لو فيلم راه غادي يكون ماشي عاوتاني عاوتاني نقول لك انا معروف بالصراحه ديالي انا برنامجي الصراحه ولينا دابا شنو هو اللي شاد الناس كاملين دابا الجمهور المغربي الكبير شنو اللي شغلوا دابا تظنني بان شغلوا ما هو ثقافي وما هو فني وما هو شغلوا دابا الفيديوهات شغلوا الكلاش ديال جيروابا ما بيناتهم كل شيء هو هذا الشيء اللي شدهم انت تسوليني تقولي لي واحد يجي يهضر على الفيلم شكون اللي تيتفرج في الفيلم شحال عندنا ديال الناس اللي كتمشي لقاعات السينما القاعات السينمائيه شنو ما القاعات السينمائيه اللي باقا كتزاد واللي كاين تتزادوا شي ثلاثه القاعات وتيموتوا 30 40 سعيد عندي انا بالنسبه ليا لانه كاين واحد المشكل عاود لان اهم الافلام ديال السينما المغربيه اللي هي عندها مرجعيات نقديه وعندها مرجعيات فنيه وسينما الى ان الفيلم بالنسبه للناقد من كيشوف الفيلم كيشوفوا اشنو قدم من جديد باش يطور اللغه السينمائيه ملي كنلقاو حنا افلام يعني مغربيات يعني كنشوفوها من هذه الزاويه ما قدماتش اولا الافلام اللي حنا كنشوفوها انها قدمت واحد المنتج جديد ما شافهاش الجمهور مثلا الرجل الذي باع العالم انا بالنسبه لي هو الدور المرجعي لك مع من غنتكلم فيه في الجمهور هو انت حتى اسمك ما شافوش الناس انا بالنسبه لي كنرجع لك واش انت طيلت هذه المسيره وهذه الادوار اللي شخصتي في السينما المغربيه فقط وخاصه يعني الفيلم ديالك الاخير اللي هو ديال محسن البصري طفح الكيل واش بالفعل انت كتاح ليك انك تكون تفرض واحد التوجه وواحد البحث ديالك امام واحد المخرج اللي عنده بالفعل واحد الرؤيه ما تفهمتيش معاه لان مثلا المجال اللي تتاح لك في الرجل الذي باع العالم ماشي هو اللي تتاح لك مع نور الدين الخماري ماشي هو اللي تتاح لك مع الفيلم ديال محسن البصري اللي بان لنا بانه فيلم اكرازي افيك دي بلون اكرازي دخلنا لسميتو خرجنا ويكلو رغم ان الاخر كان فيه ويكلو وي فين بان لك اكرازي شنو اكرازي باش اشرح لي اكثر باش نفهمك باش نعرف بان لي مثلا بانه الفيلم ديال محسن البصري واخا هو ما كانش كنتمنى انه يكون حاضر لانه فيه السوسيال يعني حاضر بشكل كبير فيه بيرسوناج كيتنقل مع هذا باش يقول ان هذا مريض هذا كذا الى غير ذلك واحد باش يخرجني لواحد الفضاء ديال الحلم باش يخرج وينسحب من الواقع ما يخرجنيش لقاني بانني انا غير تما الور هذاك الممثل اللي غادي يجي غادي حتى هو يعاود نفس البيرسوناج اللي انا شفتهم في اي ايرجونس في المغرب مثلا لا ما انا تنظن بان لا شتيه من هنا سي تون دغوا لا شتيه من واحد الزاويه اخرى شنو هي الزاويه الاخرى اللي ممكن تفضل هو بانه تشوف بان هذاك لوبيتال راه واحد غريب مصغر غيطوغيك هذه سيري طوغيك متفق معاك تنقول لك انا سيري طوغيك تنشوف كيفاش انا في الشخصيه ديالي لحقاش من بعد نتكلموا على الشخصيه ديالك سعيد باش نقربوها اكثر من المشاهدين باش يعرفون علاش كنهضروا بعدا ديجا تكلم لينا على الشخصيه ديالك في الفيلم
الشخصيه ديالي هو الا بغينا نقولوا عرفتي داك بالدارجه المغربيه داك اللي تيبغي يكحلها وتيعميها عرفتي تيحملها عينيها هو هذاك لو بيرسوناج شي واحد اللي كان حتى في وغنجاوب حتى على السؤال ديال كيفاش تتعامل عندنا نقاش وجهه نظر عندنا وجهه نظر لا كيفاش قلتي لي واش تفرض مع المخرجين المغاربه ولا شي حاجه انا تناقش ما تنفرضش صحيح تناقش تنشوف وجهه النظر ديالو شنو هو لا فيزيون ديالو ديال الفيلم شنو بغى يقول بالفيلم شنو بغى يقول باللو بيرسوناج كيفاش يشوفو تنقرا السيناريو تندير قراءه ديالي انا من الناس اللي تيمشي تيدير الاناليز تنقلب تنبحث على البيرسوناج لحقاش هادشي جبته من المسرح وتنجي تناقش تنقول ها شنو اللي كاين من بعد اللي تيتغير شي حاجه في مكان التصوير تتغير بالديكور تتغير بالملابس هادشي طبيعي اللي تتولي تنقول هاد لو بيرسوناج هذا انا اللي شفت هو اللي كان سيتي لو ميشون هو الشرير فهذا اللي بغينا نقولوا بالاخطاء اللي دار بان سرق الخوه ودار وهذا وهرب وعايش مام واحد الحياه مع واحد السيده اللي عايش هو بها باقي ما مزوجينش وغتحمل بزاف ديال المشاكل اللي تعيشها هاد السيد قلت انا فينا هو هذا هو اللي مكتوب واللي باين واللي غيشوفوا الببليك اللي ما غاديش يشوفوا الببليك انا بالنسبه ليا هذا اللي بحثت ونقص مع المخرج هو فينا هو الجانب الانساني في هذا السيد صحيح هو اللي غنقلب عليه انا سعيد حنا كنا كنتمناو ان يكون عندنا مزيد من الوقت باش نناقشوا معك هذا المشوار الفني الكبير ولكن حنا سعداء باستضافتك اليوم وكنهنيوك لانك عندك اختيارات على مستوى الافلام اللي كتلعبها لانها اختيارات مهمه موفقه وهادفه وعندك واحد لالين اللي غادي عليها وربي يوفقك كنشكر تفضل واحد الحاجه غير بغيت زعما ميساج اللي يمكن يدوز للبوبليك بان نرجعوا للوراق لحقاش حشومه نجلس في قهوه ونصيب تيتشرى جورنال واحد وتيقراوه مع 30 واحد وتيعمروا فيه لي موفليشي وتيتلاه ولهذا اخي سعيد حنا كنتوجهوا بالشكر كذلك للسي عبد العالي الدمياني اللي كنعطيو كلمه اخيره قبل ما نخلقوا هذه الفقره غير بالنسبه للملاحق الثقافيه ولا بالنسبه للبرامج الثقافيه لان نفس الوضع كيعيش ولا بالنسبه للمجله ولا اي منتوج عنده بعد ثقافي راه مرتبط بمسائل اخرى مرتبط بالتعليم واحد الوقيته كانت الاحزاب كتكون نخب جمعيات ايضا تمام اذا مجموعه ديال المؤسسات وديال الهيئات اللي فقدات الوظيفه ديالها راه كتساهم في ان الثقافه بشكل عام تكون هامشيه ولكن هذا ما كيمنعش رغم هذه المشاكل كامله رغم هذه الامور كامله نحن متفائلين والدليل على ذلك هو ان برنامج صدى الابداع عنده المكانه ديالو وعنده الجمهور ديالو اللي كيتبعوا وان هذا الملاحق الثقافيه والعمل اللي كيقوموا به اشخاص بحالك حنا كنكرروا هذه المساله هذيك حنا كنشكروا اي انسان كيخدم الثقافه في المغرب شكرا لحضوركم نمر الى فقره الاصدارات نعم نجيب وكنتمنوا اننا نكونوا حنا كنحبوا المشاهدين في القراءه ويثقوا في الاختيارات اللي تنقدموا لهم فقرة الإصدارات نقترح على القراء اليوم كتاب Parfum de solitude لنادر القراب Dans le silence et la solitude on n'entend plus que l'essentiel وكذلك كتاب La vérité sort de la bouche du cheval لرواية لمريم علوي منشورات غاليمار تفضل سي محمد اقترح عليكم مجموعة من الدواوين المتماشية مع روح هذه الفقرة غيات المدهون يصدر ديوانا شعريا جديدا بعنوان مثير أدرينالين ضمن منشورات المتوسط بعض الكلام للشاعر حسين قنون ضمن منشورات دار التوحيدي محمد العرابي يصدر ديوانا جديدا ضمن منشورات سلك إخوين تحت عنوان فراش دب حين حارس النبض بعنوان جميل للشاعر المراكشي جمال أماج ضمن منشورات بيت الشعر في المغرب ونختمها بقضية التربية والتعليم رافعة للتنمية الشاملة من أجل بناء مغرب مستقبل للدكتور عبد الله بن هنية قراءة ماتعة شكرا سي محمد شكرا مريم شكرا مرة أخرى لعبد الجواد الخنيفي شكرا عبد العالي الدمياني شكرا كذلك للممثل المتألق سعيد بيل حضوركم معنا وإغناء النقاش حول الثقافة بالمغرب بشكل شامل شكرا كذلك جمهورنا في الاستوديو اللي شجعنا وتبع معنا هذه الحلقة وشكرا كذلك لجمهورنا الكبير على قناة الأولى اللي كيتابعنا كل أسبوع يوم الأحد لنا موعد في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء